بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة على فن الترجمة Translation. فهم الترجمة محتاجة فهم أكتر من حفظ كلمات وتطبيق قواعد الترجمة. من خلال الترجمة هنقدر نطبق القواعد اللي بندرسها Grammar. الترجمة بالنسبة للمدرسين highly difficult to evaluate، صعبة جدا للتقييم بالنسبة للمدرس، زي الرايتنج برضو قطعة الرايتنج. المهم ما فيش بالنسبة للترجمة في دي ترجمة صح ودي ترجمة غلط. أي ترجمة هتكتبها بأي طريقة صح، ما تقفش عند كلمة وتقول لا أنا مش فاهم الكلمة دي خلاص يبقى أنا كده أضيع في الترجمة. لا، ترجمة أي مترادفات هتكتبها هتأدي المعنى هيبقى صح. بالنسبة للترجمة مفيش لا ترجمة لكلمة دون قراءة الجملة، ولا ترجمة لجملة دون قراءة الفقرة. يعني ما بنترجمش ترجمة حرفية. الترجمة ليست مجرد نقل كلمة أو لفظ، وإنما هي نقل مفاهيم المعاني الكلمات. طيب زي مثال، مثلا كلمة هوم من الصعب ترجمتها خارج السياق، فإذا وردت في سياق هذه الجملة زي مثلا home means a lot to me، المنزل يعني الكثير بالنسبة لي. لا طبعا، معناها هنا الوطن مش معناها المنزل. احنا عارفين ان احنا كلمة home يعني منزل، بس لما هنا جاية هنا معناها المقصود بيها مش المنزل، مقصود بيها الوطن. طيب بالنسبة بقى ازاي اجي لما اجي اترجم من الانجليزي العربي الانجليزي او من انجليزي العربي، اهم حاجة في الجملة الانجليزية ترتيب الجملة الانجليزية. بتبدأ بفاعل ترتيب الجملة الانجليزية، او ما ينفعش ابدأ بفاعل. في العربي ممكن ابدأ بفاعل، في العربي ممكن ابدأ بفاعل، اقول مثلا يذهب احمد الى المدرسة، صح، احمد ذهب الى المدرسة، صح، او احمد يذهب الى المدرسة، صح. طيب لا، ينفع اقول في الانجليش اقول جو احمد تو سكول؟ لا ما ينفعش، لازم اقول احمد جوز تو سكول. طيب يبقى لازم انا ببدا بفاعل، بعد كده فعل، بعد كده مفعول، بعد كده بقى الجمله. ندي مثال، مثلا اهو، لعبت مصر دور كبير في الشرق الاوسط، فين فاعل هنا في الجمله؟ طبعا مصر، يبقى ايجيبت. طيب الفعل فين؟ لعبت. هقول بلاي ولا بلايد؟ لا طبعا بلايد، لعبت، ماضي من بلاي. دور كبير، فين الموصوف اللي هو كلمة دور؟ فين الصفة؟ كلمة كبير، الصفة بتسبق الموصوف. يقول a great role in the middle east. Egypt played a great role in the middle east. طيب نعرف قواعد الترجمة. من خلال الترجمة أول حاجة التمكن من قواعد اللغة التي درستها وتدريسها. الترجمة هتمكنك من قواعد اللغة اللي انت بتدرسها اللي انت درستها واللي هتدرسها، بتمكنك منها، بتستخدمها، بتفهم بقى المعنى من القواعد اللي احنا عم نقولها. المضارع البسيط تتكون من مع المفرد مع الجمع مش عارف ايه مع كلمات الدل، كل ده شيء مش مفهوم. ايه اللي بقى يخليني ابقى فاهمه قوي؟ الترجمة. وتمكنك من البناء السليم للجملة، مثلا زي المثال ده، بتحدد زمن الجملة، هل هو مضارع أم ماضي أم مستقبل أم مضارع مستمر وهكذا. تجنب دائما الترجمة الحرفية التي تؤدي إلى تحطيم الشكل السليم للجملة. فمثلا ما زلنا نعاني من مشكلة البطالة، لما أجي أترجمها لو ترجمتها ترجمة حرفية أقول still suffer from problem of unemployment، طبعا كده ترجمة حرفية غلط. اما ليه بقى الترجمة الصح؟ الفاعل في الجملة مين؟ غايب. هنا الفاعل ايه في اللغة العربية؟ بنقول ضمير مستتر، ضمير تقديره نحن، نحن اللي يويه. طبعا الكلام في المضارع المستمر دلوقتي، في المضارع الحاضر المستمر دلوقتي، يبقى ار زائد الفعل هنضيف له ان جي. We are still، نحن ما زلنا، suffering، نعاني from the problem، من مشكلة of unemployment.
عند ترجمة الجملة الفعلية إلى اللغة الإنجليزية نبدأ بالفعل ثم الفعل ثم المكملات، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، بنبدأ بالفعل بعد كده الفعل بعد كده باقي الجملة. يعني مثلا في مثال اهوت، يجب أن نساهم في بناء بلادنا. نيجي نترجمها دلوقتي فين؟ أو علينا أن نساهم في بناء بلادنا. لو نيجي فين الفاعل هنا في الجملة؟ نحن، ضمير مستتر غائب اللي هو تقديره نحن. نحن لازم نظهره، نحن في اللغة الإنجليزية لازم نظهره. نحن should يجب أن take part اللي هي نساهم أو نشارك. أي مترادفات، لو قلت share اللي احنا بتاعت الفيسبوك عادي مفيش مشاكل. building شارك في بناء اللي هي جاية من build يبني building. read يقرأ reading. أنا فلاين نشيد حولها للفاعل. our country هنا our اللي هي ضمير possessive pronoun ضمير الملكي. دي الجملة ديت واجب هتحلها لي أسفل الفيديو، من ضمن الواجب اللي آخر الفيديو. في آخر الفيديو في واجب برضو نحله أسفل الفيديو في التعليقات. تعليقاتكو أسفل الفيديو بتشجع على استمرار القناة، حتى لو هتكتب كلمة تام في التعليقات ده بكل ده بيشجع في استمرار القناة. يستطيع الشباب، الشباب كلمة الشباب يث، أن يحول كلمة يحول زي كلمة يغير اللي هي change، الصحراء اللي هي desert، إلى اللي هي كلمة into، أرض خضراء اللي هي greenland. الجملة دي هترجمها لي تحت أسفل الفيديو مع الواجب اللي هنديه في آخر الفيديو. الجملة العربية قد تستغني عن الفعل، ولكن لا بد من وجود فعل في الجملة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية بالذات فعل verb to be، فعل يكون. يعني أنا لما أجي أقول مثلا الدرس سهل، في أنا مستغنيت عن هنا كلمة يكون، الدرس يكون سهل. في اللغة الإنجليزية لا، لازم يظهر verb to be اللي هو فعل يكون. The lesson is easy. دايما verb to be بيجي بعد صفة أو فعل متضاف له اي ان جي اللي هو المضارع المستمر. يبقى ام او اذا او ار دايما بيجي بعديهم صفة دايما، او فيرب زائد اي ان جي اللي هو الفعل زائد اي ان جي اللي هو المضارع المستمر. هتحلوا لي برضو الجملة دي في التعليقات. القراءة هواية ممتعة. ماشي، تاني جملة هنحلها في التعليقات في اسفل الفيديو. الضمير هو او هي وسط الجملة يترجم الى فيرب تو بي. برضو ما بنترجمش ترجمة حرفية، بنترجم المعنى. زي القراءة هواياتي المفضلة، او هواياتي المفضلة هي الاستماع للموسيقى. my favorite hobby is، ما ترجمت هي is تكون listening to music. فيرب تو بي، ويمكن ايضا ان نستخدمه بمعاني اخرى مثل تمثل الحرية مطلب رئيسي لجميع الشعوب. ممكن كلمة أنا تمثل اللي هي ريبريزنت دي مش عارفها، أو ريبريزنتس مش عارفها، أستخدم بدلها كلمة إز. فريدوم إز تكون. مترادفات، إذا مين ديماند فور أول بيبلز، demand يعني مطلب، for لي all peoples كل الشعوب. الضمائر المستترة في العربية يجب إظهارها، علينا أن نذاكر بجد. إيه الضمير المستتر هنا؟ اللي هو نحن المقصود بكلمة علينا. نحن ينفع هو؟ لا طبعا. ينفع أنا؟ لا طبعا. علينا نحن يعني المفروض علينا نحن، ما مش لازم اكتب في اللغة العربية نحن، ما في، لا في الإنجليزية لازم اظهر نحن دي وابدأ بيها الكلام كمان، عشان هي الفاعل في الجملة، هو الفاعل في الجملة. نحن we should، نحن يجب ان study، نذاكر او ندرس، نذاكر hard بجد. طبعا hard دي ما ينفعش اقول hard دي ظرف حال. ليه؟ عشان ده ظرف حال غير منتظم، المفروض تبقى هاردلي صح؟ عشان جاي قبلها فعل. لا هنا بقت هارد ظرف حال غير منتظم. طيب
الضمائر المستترة في اللغة العربية يجب إظهارها. علينا أن نذاكر بجد. We should study hard. دي احنا نفخر بأن التعليم هو المشروع الأول في مصر. نيجي نترجمها دلوقتي، هنقول إيه؟ We are proud that. نحن فخورين بأن الـ education is the first national project in Egypt. المشروع الأول في مصر. طيب، لام التعليل تترجم إلى to، اللي هي لي، أو in order to. لو قلت in order to صح، ولو قلت to صح. ذهبت إلى السوق لأشتري لحمة مثلا، يبقى أقول I go to I went to school to the supermarket to buy meat. طيب، الصفة تأتي قبل الاسم عكس اللغة العربية. An ambitious، الرجل الطموح، يبقى الصفة بتيجي قبل الايه؟ الاسم. يعني لما اجي اقول ولد ذكي، يبقى اقول ايه في الانجليزي؟ A smart boy. ما ينفعش اقول A boy smart، لا طبعا لازم الصفة تيجي قبل الاسم عكس اللغة العربية. زي مثلا problem woman والكلام ده. طيب، الصفة تأتي قبل الاسم عكس اللغة العربية، قلنا الأسماء. طب الأسماء المعنوية بصفة عامة لا تأخذ زي ده. طبعا محتاج ان انت تدرس الارتيكل طبعا بشكل كويس، اللي هي زي طبعا ديت ما بتجيش قدام الأسماء المشهورة أو الأسماء العامة، يعني مثلا أسماء المدن، أسماء الأشياء المعنوية زي beauty honor تراث لاف فيرتشو، كل ديت اسماء حاجات معنوية، فريندشيب وهكذا. طيب، من زائد صفة زائد لا او على مفعول. المقصود بدأ اول ما اشوف كلمة من الضروري لنا او من الضروري لي او من كذا لي، يبقى استخدم اتس. اتس دي زي انه، اتس دي معناها ايه؟ انه. بعد كده الصفة، وبعد كده فور، بعد كده مفعول، وبعد كده تو، بعد كده المصدر. طبعا تو ما احنا عارفين ان هي دايما بيجي بعديها الفعل في المصدر، يعني مينفعش يجي بعد تو فعل متضاف له اي اضافة. يعني لما نيجي نترجم الجملة دي دلوقتي كده، it's necessary to for us، انه من الضروري لنا، to learn، ان اتعلم foreign language، من ضروري ان اتعلم لغة اجنبية. طب حالات ان في اول الكلام لا تترجم. حالات ان في اول الكلام لا تترجم، يعني مثلا ان الصناعة هي اساس التنمية. ان دي كده ما لهاش اي لازمة خالص، ما بترجمهاش. ما تقوليش ذات اندستري، لا طبعا. ان هنا خلص ايه، ما بترجمش. للمرة المليون بنقول ما بترجمش ترجمة حرفية. المعنى الايه؟ المعنى اندستري الصناعة is، بدل ما اقول هي شيء طبعا اقول از. هي في اللغة العربية بنقول هي، في اللغة الإنجليزية اقول از. تكون the basis of development، الأساس أو بتاع the base of development، معلش الاس دي زيادة. حالات ان بقى في اول الكلام لا تترجم. ان الصناعة هي أساس التنمية. Industry is the basis of development. وسط الكلام وبعدها اسم تترجم إلى ذات. في وسط الكلام، أيوة كده لازم نقول ذات. أن زي مثلا يقول الأستاذ أن الدرس سهل. The teacher says، طبعا ضفت اس هنا للفعل say عشان هنا مضارع بسيط وقبليه فاعل مفرد. The teacher says that، يقول أن the lesson is easy، الدرس سهل. وسط الكلام وجاء بعدها فعل تترجم إلى to. نريد أن نذهب إلى الشاطئ. We went to، want to، نحن نريد أن. to هنا معناها أن. ما ينفعش أقول that عشان هي معروفة أن to want بي بعدها to. want to go to the beach، نحن نريد أن نذهب إلى الشاطئ. طيب، we want، بعد فعل الإلزام لا تترجم. يجب أن يجتهد الطالب في عمل. student should
work hard، يجب أن يجتهد إيه في أو يعمل بجد. طيب كلمة لقد بقى، لقد ديت لو جاب بعديها جملة فيها كلمة بتدل على الماضي البسيط يبقى كده نترجمها لإيه؟ الجملة الماضي البسيط. ولو ما جاش بعديها كلمة بتدل على الماضي البسيط يبقى الترجمة يبقى الجملة ديت في زمن مضارع التام. نبدأ أمثلة. لقد اتصل بي أمس هاتفيا. هنا الضمير المستتر هو، هو اتصل بي أمس هاتفيا، he telephoned me yesterday. كده الجملة في الماضي عشان في كلمة بتدل على كلمة على الماضي اللي هي كلمة yesterday بتدل على الماضي. طب لو مفيش yesterday هقول ايه؟ لقد اهتمت الدولة بالتعليم. طبعا لقد دي ملهاش اي لازمة خالص، كلمة لقد دي خالص بنشيلها خالص، ملهاش اي معنى في الجملة. The state has taken great interest in education. طيب has taken هنا ده المضارع التام، استخدمت المضارع التام ليه؟ عشان مفيش كلمة زي كلمة yesterday امس بتدل على الايه؟ على الماضي. طيب قد فعل مضارع بيجي بعديها فعل مضارع، فإن ذلك يدل على الإيه؟ الاحتمال، زي مثلا قد يشهد هذا العام تطورات هائلة نحو السلام. نيجي نترجمها، فين الفاعل؟ هذا العام this year. may هنا قد ترجمت لي may. witness يشهد immense development towards peace. طبعا هنا طب لن بقى اللي هي نفي المستقبل، اللي هي نفي الايه؟ المستقبل بسيط منفي. لن افعل ذلك مرة اخرى. I will not اللي هي اختصارها اللي هي بنقولها بسرعة won't do that again، انا لن افعل ذلك مرة اخرى. لم اللي هي اختصار اللي هي نفي الماضي البسيط، اللي هي نفي الماضي الايه؟ بسيط. احمد did not اللي هي didn't attend my birthday، لم يحضر عيد ميلادي. طيب لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد القناة والإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. جهز للرد على استفساراتكم. الواجب بقى ترانسليت انتو عربيك علينا جميعا، أن ترجم لي الجملة دي كده في التعليقات أسفل الفيديو تحت. علينا جميعا أن نتعاون سويا وأن نكون متسامحين من أجل أن نعيش حياة أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.